ano. Dneska jsou já vzáda na nakladaně. To dělíme to průdna, a to můžu na nakladaně. Není čin selam alej, můžu dělíme intima alej, mustadlíme bil tukuri ila haram, takovku bihý malajka korobě, mubtadíme bi alajáti hned kitab který, bi barakat salati ala Muhammad i Muhadi Muhammad. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذي فرض عليك القرآن
الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين وأشهد أن الذين خالفوك وحاربوك وأن الذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلالة من خالفك فاشفع لي عند ربك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا في يومنا هذا وليلتنا هذه وفي جميع أيامنا لاستعمال الخير وهجران الشر وشكر النعم واتباع السنن ومجانبة البدع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحياطة الإسلام وانتقاص الباطل وإذلاله ونصرة الحق وإعزازه وإرشاد الضال ومعاونة الضعيف وإدراك اللهيف برحمتك يا أرحم الراحمين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري لبيك يا حسين لبيك يا شهيد لبيك يا حسين مولاي ابن الزهراء هذا نداء العقيدة من خدامكم وأشهد أنكم ترون مقامي وتسمعون كلامي وتردون سلامي العقيدة في الخافقين حسين حسين بيان الرسالات والأنبياء أطلت به للملاك كربلاء وفاضت بناحر الهدى كل عين حسين 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 نداء العقيدة في الخافقين نداء العقيدة في الخافقين
حسين إله السماء اصطفى على العرش خط اسمه واجتبى حسين على الشمس يا نوضيا ومن خاتم الأنبياء خطاها يا دوحة المجد والعارفين وخامس أهل العبا الطاغرين لأنت إمام بأمر السماء أطلت به للملا كربلا وفاضت بناحر الهدى كل عين حسين 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 نداء العقيدة في الخافقين نداء العقيدة في الخافقين صلاة عليك وألف سلام فأنت امتداد لخير الأنام وأنت الشهيد وأنت الإمام وفيض دمائك يجلو الظلام يا نفحة الروح والياسمين ويا جذوة العزم والثائرين فأنت العطاء وباب الرجاء أطلت به للملا كربلا وفاضت بنحر الهدى كل عين حسين 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 نداء العقيدة في الخافقين نداء العقيدة في الخافقين حسين حبى الله من قد حباك وطوبى لمن نال حقا رضاك فنحن اهتدينا بفيض دماك ونحن اتبعنا بأمر خطاك يا فخر فطرس والمؤمنين سنبقى نباهي بك العالمين وهذا صدى الخادم الأوفياء أطلت به للملا كربلا وفاضت بنحر الهدى كل عين حسين 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 نداء العقيدة في الخافقين نداء العقيدة في الخافقين حسين 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 أنا لا شيء وصرت خادم سموني
وأنا ما بس بحسين عرفوني أنا لا شيء وصريت خادم يسموني أنا ما معروف بس بحسين عرفوني روحي بي مفتونة جنته مضمونة روحي بي مفتونة وجنته مضمونة أنا ما معروف بس بحسين عرفوني شمسها العليا إنها الزهرة اللهم ارزقنا منك رضا عيدة عيدة اللهم ارزقنا منك رضا بهمستي المجروح قلب فاقد روح للحنان الفاطمي عطش الخواطير فرزني الأصوات الوريد بينمات ويحيي معي الخدمة وراد الضمائر يا مقسم كل رزق هاي البرية العيش موتي بلا ليالي فاطمية ارزقنا حب هاي المجالس عن زكية يا عليم الحال كل قلب قال يا عليم الحال كل قلب قال أهوى فاطمة ربي أهوى ترى أنواع أكو سعر بصاع وتختلف تشعيرته حسب القضية أكو حب مسموح ينشري بالروح أكو حب مسموح ينشري يا حب يا حب وهذا يا حب مجالس هالزكية وهذا يا رب حب مجالس هالزكية اللي بتعيد عنا الضوى ضو يكره العين ضاع تجرح خاطره لو صحوية ما يتأهل دخل مجلس أم الحسين اسمه قد كان جنة الأكوان بيت الزهراء القادم اسمها بعد بيت الزهراء القادم اسمها عشنا هالأعوام سيدي خدام رضا فاطم غير ما ردناه غيره بخيمة الخدمة ديم هاللمة بعد بخيمة الخدمة ديم هاللمة
أشرف عشيرة والتوسل بها ربي ما ترجع والخدام